حينما يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد العرق الذي هو إذا انقطع زالت الحياة. الذبيحة حينما يذبحونها يقطعون عرقين من العروق الأساسية، الآن يعبر عنه بالشريان. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بأي معنى؟ هل بمعنى أصحاب وحدة الوجود أو أصحاب الحلول والعياذ بالله أنه حال في الأجسام مثلا لذا صار أقرب إليه من حبل الوريد؟ كلا، وإنما المراد إحاطة الله علما وقدرة. الله سبحانه وتعالى محيط بكل الأشياء ويعلم تفاصيلها، وهو قادر عليها، بقدرته أوجدها وبقدرته يرزقها وبقدرته يقدر أمورها، فلذلك صار أقرب من حبل الوريد.